بزوت لو خيرات تصير قائد لو مطي. يلا انا اختار مطي. خوف بزوت اختارت مطي. ها جيتوا؟ لا بعدنا بابا. هذا الحرامي سوى مخبر وادي بوقني. ايش سووا للشرطة؟ بابا حكمه 5 سنين وراح ياخذ جزاء العادل حتى بعد ما يأذي الناس. يستاهل بابا، ما يدري ناجوسه ام لسان تطلع له من كل مكان. حلوة طاسة. عاد شلون مخلف 2 خبيثات انت ونرجوسه؟ انت مخلف لامي. ها؟ هاي تشبصات اللي تخجل. بابا سؤال، عاد الحرام وليش يبوك؟ بابا سبب بابا العراق مر بجوع وفقر وعازة، ناس ما عندها تعيين، ناس ما لقت خبزة تاكل بسبب الحكومات، اضطرت الناس اللي نفوسها ضعيفة تمديتها للحرام. يقولون علماء النفس جوع والفقر والعازة هي اللي تولد الجريمة. بابا قايم عايشين بالخارج، خلوا احنا نعيش بالخارج وياهم بدل ما ظالين الحال من الحال، عاد يصيرنا اجانب حلوين. لا بابا حبيبتي، هذا وطننا، ولدنا بيه وكبرنا بيه وشفنا الحلو والمر بيه ولازم نموت فيه، ما نعوفه ابد. اخ اخ، بسبب هاي الطفلة الخبيثة انسجنت، بس غير زلقتني بطابوقة لحد هسه راسي يوجعني وبي عن جوره، ويجي يوم اشرد من السجن مثل كل مرة، وهالمرة اريد اشرد بس على موشي واحد حتى انتقم من هاي الطفلة وابوها، لان بسببهم نسبة الشرطة. واخيرا قدرت اشرد من السجن بعد ما ضيع السنة كاملة من عمري. اول شيء اسويه راح انتقم من هذا هو وبنته، وانا علمهم جايهم. نرجوسه ايه؟ 1 ناقص 1 100 ايه؟ والجواب عدل. لا احفك بدفره خليش تشق لبين بالهواء. اي بابا غير مبين كثير وانت تريد تغلطنا قوه. لك بابا انت علي من طالعه؟ عليك. علي؟ ايه؟ لا مستحيل انت علي، انا بعمرك كنت اشطر واحد بالعالم، كنت المدرسين انا اشرح لهم مو هم يشرحون لي. هسه انت مو علي طالع. مستحيل علي. شلون؟ شلون؟ وش صار زلزال؟ شنو؟ فترة القاع. ابليز هيام رتبت وضعيتي، حان وقت الانفصام الانتقام. سولفوني انا. بابا عوف سالفتك مالي التصغير، فجات كل البيت سويت حتى زلزال. المهم هسه نغير الموضوع، مو لقيت السالفه اللي بتبيها. جاوبيني 1 ناقص 1 يلا بسرعه. سهل يا صعبه. ابسطها يعني؟ شلون ابسطها بعد؟ ابسطها ليش لا؟ هاك لزمي. عدك هاي ال 2000 اخذت منك 1000، ايش قد راح يبقى عدك؟ ما ادري ما تتني يا ماما طلع الفاضي طلع الفاضي. يلا افتح الباب. هاي بالانجليزي دقة. هاي خشمك يبقبق بالماي. نو نو ازنباشن امريكا هاني. هاي هاي ياي مو خبرت ياهي. هاي لو غبيه لو جاي تحش علي. وارفع درنتي هالقباي. انت جاي تحكي تتمضمض كلش ما افتهمت منك. اريد بيوت الفدر صيح يا ابليس. هذا ما ادري جاي يطن علي بالانجليزي، خلوه حصيح بابا احسن. هلو هاي انا ام دونكي ابي عمك عايش برا برو. نرجوس هذا ليش جاي يحكيك؟ شنو هذا الدباره طابه بحلقه ومنو هذا؟ بابا هاي الشبكه عنده ضعيفه وجاي يقطع. نو نو باي فادر اتس يور سيستر، يعني انا قرايبك من بعيد برو. ابوك يصير اختي. شو وجعك؟ ايش بيك خويا؟ شو تحس؟ يس يس اي ام دونكي. هو ما دونكي صدق يشبه الدونكي. اقول لك هذا اول مره اشوفه. بابا اللي افتهمته من هذا يقول ان دونكي ويقول انا قرايبكم، هذا يمكن كان مسافر ورجع. ما ادري يا نرجوسه، هو صحيح قرايبنا كلها بالخارج، يجوز هذا صدق يطلع قرايبنا. خلي نضيفه اليوم والصباح رباح. صباح رباح يربح يربح الشرطة. زارتنا البركة مستر دونكي. ثانك يو فيري ماتش اي ام دونكي.
اي بابا بقي من الباكر عبو نضحك عليه ونلعب بيه. يلا خلي عمو يرتاح. اي اي خلي عمو يرتاح. صدقوا بيه مش حاليا مخطة. السنة ضاعت من عمري الا انتقم من يوم كان بيها وطلعها من عيونكم. هذول هسه اكيد ناروا. خلنا نقوم اشبقهم واخذ فلوسهم واعذبهم واخلص منهم الا ندمهم على اللي سووه بيه. شنو هاي؟ من جتنا هاي؟ اخوي شنو هاي؟ هلا بخليه هنا. شنو هذا الصوت؟ اخوي اخوي جسمي كله قام يوجعني. شنو هذا البيت يخوفي طنطل ما ادري شنو؟ خلنا اكمل شغلتي واطفر ما بي حيل. اخوي اخوي جسمي كله قام يوجعني. خلنا افتح شوي واصعد الدرج بعد حد الدرج ما بي حيل اصعده. اخوي يقول ساعه قاعد يتريله ما شفر اهل ما تبليط متى تولى متى. شنو هذا من البيت؟ شنو هذا من البيت؟ اخ شنو هالريحه؟ هذا انا كذا كباب هالليل والله جوعان جوعه. راسي اخ راسي اخ راسي ماي 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 اخ اخ صرت الطماطه شوي. مو بيت هذا مو بيت. احسن مرعب. خلنا اصعد فوق حتى ما ارجع الدبل. خلص من يوم اروح. شنو هذا من البيت؟ ويه ويه منتج من هذا؟ هذا مو بيت هذا والله. هاي انتم؟ اي هاي احنا سوينا لك هاي المقالب. انت غبي وعبالك الناس كلها مثلك اغبياء. اول ما اجيت سويت روحك اجنبي واحنا سوينا روحنا على صدقناك وقلت النرجوسه خلينا نخابر عليه الشرطه. قالت لا نرجوسه خلينا نسوي بيه مقالب مرتبه قبل لا نسلمها للشرطه. وهاي مثل ما اكلتني انت. تعرف نرجوس ام الافكار ما تحتاج. سويت لك هاي المقالب الحلوه تستاهل هذا الوجه الحلو. يلا بابا خابر الشرطه خلي يجون ياخذون هذا الحلو. اسف والله انا بعد ما اسوي هالتوبه بس خلنا نروح وهذا صار لي درس بس خلنا نروح. انا اسف. اقف وين رايح؟ انت لازم تسال بيم الشرطه خوش عند المعلمين يدرسون. الحرام نهاية السجن. وإذا وصلت رسالتنا خلوا لايك واشتركوا بالقناة. نرجوس هذا ليش يحكي واحد اثنين كيو؟ نرجوس هذا ليش؟ هذا فين رايح؟ الباص نمت على ميم الشرطة خارج عند المعلمين يدرسون. شباب طق طق هذا اليوم. ابو جرع شنو رايك باليوم بالضربات اللي اكلتها؟